الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. حدث كبير اعلن عنه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي النهارده باعلانه عن موعد افتتاح المقر الرابع للنادي الاهلي، مقر التجمع الخامس. خلينا نطلع نشوف كلمه كابتن محمود الخطيب النهارده ونرجع نكمل مع حضراتكم. قبل بس ما نروح للكلمة عندي مفاجأة هقولها لحضراتكم، أو حاجة مهمة جدا 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 لأعضاء الجمعية العمومية هقولها لهم، واللي يحصل يحصل، ولكن خلينا نطلع نشوف كلمة كابتن خطيب وانتظروني أقول لكم على حاجة مهمة جدا بعد ما نرجع من كلمة كابتن خطيب. النادي الأهلي كيان كبير جدا 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 جدا. الأهلي بيجي دايما في المقدمة، ودايما الأهلي رقم واحد بإذن الله. كلنا مع بعض هنبني الأهلي سوا، وهنحافظ على الكيان العظيم ده اللي مقصود دايما منه اللي يكون في المقدمة، لأن ده قدره ودي طريقته اللي مش ممكن يحيد عنها أبدا. طريق الانتصارات والبطولات والتاريخ اللي بيصنعه كل يوم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا في نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، ويفضل للنادي الأهلي بإذن الله في المكانة اللي تليق بيه، بتاريخه، بقيمته، بجماهيره، بأعضائه. النادي الأهلي فعلا قيمة تاريخية، قيمة رياضية، قيمة وطنية. القيمة التاريخية من 1907 وتاريخ النادي الاهلي يشهد على كل السنوات الكتير اللي عدت في تاريخ النادي الاهلي، 116 سنه لغايه النهارده يعني. القيمه الرياضيه واضحه الحمد لله رب العالمين في انجازاته، في بطولاته، في كل المحافل الرياضيه اللي بيشترك فيها، في كل الالعاب. النادي الاهلي ليه دور كبير جدا في تحقيق الكثير منها من انجازات وبطولات كبيره الحمد لله رب العالمين. القيمه الوطنيه بقى، أساس النادي الأهلي وتاريخ إنشائه هو أساسه وطني. أساس النادي الأهلي النهاردة مش بس النادي الأهلي ليه دور في المحافل الرياضية وفي الرياضة، لا، النادي الأهلي ليه دور مع بلده، ليه دور مع وطنه، مع شعبه. إن النادي الأهلي بتاريخه بإنجازاته ديت لازم إن يكون ليه دور في زيادة المساحة الرياضية من البناء. النادي الأهلي كمان ليه دور في جوانب تنموية كتير جدا لازم النادي الأهلي يكون ليه دور فيها ويقوم بيها. بيساهم في الإعمار والبناء، كمان بيخلق فرص عمل الحمد لله كتيرة من خلال المنشآت الرياضية كتير النادي الأهلي بيقوم بيها الحمد لله رب العالمين. فرع التجمع منشأة رياضية إن شاء الله بإذن واحد أحد هتسعد كل أهلاوي وكل محب لهذا النادي العظيم. مساحة النادي 50 فدان، التكلفة عدت 1,500,000,000 جنيه كثمن أرض ومباني. المرحلة الأولى اللي الحمد لله اكتملت بالكامل تمثل أكثر من 80% من مساحة النادي، وتعمل النادي كله بالشكل اللي حقيقة يليق بالنادي الأهلي بقيمته بتاريخه بأعضائه وجماهيره. أعتقد الناس كلها تسعى بيه بإذن واحد أحد إن شاء الله. كمان حابب أشكر كل مؤسسات الدولة الوطنية وقياداتها، لأنهم فعلا بيقوموا بالمساندة والمساعدة في كل الكيانات الناجحة في مصر، سواء كانت كيانات رياضية أو غير رياضية. فرع التجمع هو الفرع الرابع في القاهرة الكبرى، فرع التجمع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. النادي الأهلي على مدار تاريخه يعني جيل بيسلم جيل، ومش ده الفرع الأخير بإذن الله. إن شاء الله يكون هناك فروع أخرى سواء داخل القاهرة الكبرى أو خلال محافظات بلدنا الحبيبة مصر. دلوقتي أنا يمكن باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في النادي
بنعلن موعد الافتتاح الرسمي لفرع التجمع الخميس 1/6/2023 بإذن الله وعلى بركة الله. النادي الأهلي بمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين لهذا النادي هيفضل بإذن الله أعظم نادي في الكون. النادي الأهلي تاريخ، مبادئ، تطوير. النادي الأهلي تاريخ ومبادئ وتطوير إن شاء الله. أو بدأنا بيوم الجمعة وكأس السوبر لكرة القدم، كأس السوبر المحلي لكرة القدم. الحمد لله أسبوع رائع الحقيقة. يوم الحد كأس السوبر زي ما حضراتكم شايفين للكرة الطائرة، يوم الاثنين كأس أخرى تحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي لكرة اليد، طبعا أنا آسف، يوم الحد، وكأس أخرى النهاردة بتحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي، اللي أنا بشكره جدا 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 على محاولته تنفيذ كل الوعود اللي وعدوها لأعضاء الجمعية العمومية. برنامجهم انتخابي بيتم صياغته، بيتم الكلام عنه، وبيتم تنفيذه بالكامل خلال هذه الفترة، وأكتر إن شاء الله خلال الفترة القادمة، لأن أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي يستحقوا أفضل من كده بكتير. يوم 1/6، يوم الخميس 1/6، سيكون الافتتاح الرسمي لمقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. الأهلي مؤسسة عظيمة، جزء من الدولة المصرية، هو بالفعل نادي الشعب، نادي تاريخه أكتر من 100 سنة من النجاحات. زي ما حضراتكم شايفين تسمع كلمة الكابتن محمود الخطيب تشعر بالفخر والانتماء لهذا النادي الكبير والعريق. افتتاح مقر التجمع الخامس عشان يكون رابع مقرات النادي الأهلي اللي موجودة في القاهرة الكبرى بعد مقرات الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. احنا بنتكلم عن حدث كبير جدا جدا. عاوز حضرتك تتخيل معايا الأجواء اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي في عالم كرة القدم واقتصاد كرة القدم والأزمات المالية اللي عند معظم الأندية على مستوى العالم، حتى أكبر الأندية العالمية. في من بعض الأندية العالمية دي بيعاني اقتصاديا. الحمد لله النادي الأهلي وسط كل هذه الأمور وهذه الأزمات بيواصل مسيرة النجاح، قمة النجاح استثماريا وإنشائيا واجتماعيا. مش هتكلم دلوقتي عن رياضيا لأن حضراتكم شايفين اللي بيحصل، وأبعاد كثيرة جدا عاوز أتكلم فيها معاكم بالمناسبة دي. الأهلي بيواصل تقديم أفضل مستوى ممكن لجمعيته العمومية، كل الخدمات في كل المقرات وكل الأفرع. فرع التجمع زي ما حضراتكم شايفين أي حد محظوظ بأنه يكون عضو فيه لأنه على أعلى مستوى إنشائي، ومكان على أعلى مستوى اسم وعراقة النادي الأهلي. قبل بس ما أتكلم مع حضراتكم وأكمل بقية كلامي في هذا الأمر، أنا بس عايز أقول حاجة مهمة جدا 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 قبل بس ما نكمل المنظر الرائع اللي أنا شايفه دي، ودي حاجة أنا أقولها على مسؤوليتي الشخصية لأنها هيتم الإعلان عنها لاحقا، لكن أنا هقولها على مسؤوليتي الشخصية ومش عايز حد يزعل مني. يا جماعة، لكل أعضاء الجمعية العمومية أو لكل اللي عايز يبقى عضو في الجمعية العمومية للنادي الأهلي، قبل يوم 1/9 روح اشترك في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. قبل يوم 1/9 روح اشترك في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس قبل يوم 1/9. أنا قلت، ويعني أنا هتحمل اللي هيحصل، لكن أنا قلت لحضراتكم أهو الفترة القادمة هيكون فيها زيادات. ابتداء من 1/9 اللي جاي هيكون في زيادات، من المفترض أن يتم الإعلان عن هذه الزيادات خلال الفترة القادمة. فأنا بقول لحضراتكم أي حد عايز يروح يشترك في المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده في هذا النادي الأوروبي الكبير المحترم النادي الأهلي في مقر التجمع الخامس يروح قبل 1/9. بعد 1/9 الأمور هتبقى مختلفة تماما تماما تماما. أعتقد أن خلال الفترة اللي جاية من خلال النادي ومن خلال المركز الإعلامي هيتقال لحضراتكم كيفية التقسيط والمراحل اللي ممكن تحصل خلال الفترة اللي جاية. لكن حاول
وبسرعة جدا جدا الفترة دي، لأن الفترة دي هتلاقوا حاجات حلوة جدا جدا داخل النادي الأهلي. ارجع لي تاني يا سمير للصورة اللي احنا كنا حاطينها أو للفيديو اللي احنا كنا حاطينه. خلينا اتكلم معاكم في بعض النقاط. شايفين الحمد لله النادي الأهلي بيتقدم على كل الملفات وكل المستويات، شايفين يعني بطولات عظيمة في كل الألعاب، ميزانية الحمد لله فيها نجاح وحاجة زي ما انتم شايفين رائعة، شايفين مقر جديد بيتم الإعلان عن يوم افتتاحه على أعلى مستوى، من يوم 1/6 إن شاء الله هيكون افتتاح مقر التجمع الخامس، افتتاح الرسمي لمقر التجمع الخامس اللي حضراتكم شايفينه ده فيديو على الواقع. الحمد لله والشكر لله قناة النادي الأهلي معاكم في كل الأحداث والبطولات، شراكات عالمية، لأن ده النادي الأهلي في الوقت اللي فيه بعض الأندية سواء عربية أو أوروبية عندها بعض المشاكل، بس هل المشاكل دي أو حضراتكم تعرفوا مثلا أن برشلونة بقاله سنتين بيحاول يعمل طفرة إنشائية في الكامب نو والموضوع معقد جدا بالنسبة لهم لدرجة أنهم قفلوا قناة النادي بتاعتهم الأسبوع اللي فات؟ يعني ريال مدريد بس اللي بقى عنده قناة تلفزيونية، برشلونة قفلت. اوعوا تستهونوا بالنجاح الكبير اللي بيقدمه النادي الأهلي على كل المستويات، لأن النادي الأهلي عودنا دايما على النجاح، بيقدم العظمة دي على طول سواء رياضيا إعلاميا إنشائيا اجتماعيا، فاحنا حاسين ان ده الطبيعي بتاع النادي الأهلي. ايوه طبعا هو ده الطبيعي، ولكن صدقوني الموضوع صعب جدا 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 على أندية كتيرة جدا ان هي تنافس على مستوى العالم بهذا الشكل والإنشاءات الرائعة. واللي انا بقوله دي مش مبالغة، ممكن تبص حوالينا ونشوف أندية كبيرة ازاي بتعاني في كل او على كل الأصعدة. فلازم نقول بكل فخر ان ده نجاح للنادي الأهلي ومجلس إدارته المحترم برئاسة كابتن محمود الخطيب، اللي انا بشكره الحقيقة. كابتن محمود النهاردة هو بيتكلم حتى يعني صوته الحقيقة الله يكون في عونه، طبعا عنده بعض التعب شوية، ولكن ان شاء الله يبقى زي الفل. كابتن محمود دايما بيسيب اي حاجة وبيفكر في النادي الأهلي فقط لا غير. الحمد لله النادي الأهلي ماشي على خط الدولة المصرية في التطور الإنشائي والتعمير في كل مكان في مصر، ولولا مجهودات أجهزة الدولة المصرية وقيادتها ما حضراتكم ما كنتوش شفتوا هذه المؤسسات الناجحة زي النادي الأهلي، ما كنتوش تشوفوا التقدم الكبير ده إلا من خلال مؤسسات داخل البلد بتساعدك في كل شيء. بلدنا كبيرة جدا جدا، والنادي الأهلي بيشرف مصر في كل المحافل الدولية، وكمان بيقدم ملحمة كبيرة في الافتتاح المقر الرابع إن شاء الله اللي هتكون يوم 1/6 يوم الخميس 1/6 إن شاء الله. مبروك للأهلي وجماهيره وجمعيته العمومية المحترمة ومجلس إدارته هذا الصرح وهذا الإنجاز، ودايما يا رب يكون النادي الأهلي في طريق أو على طريق النجاح، دايما متمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق ومشرف الرياضة المصرية. شوف كم أسرة إن شاء الله هتكون في الخمسين فدان اللي أعلن عنهم النهاردة كابتن محمود في المقر الرابع. شوف الملاعب، شوف البنية التحتية بتاعتها عاملة إزاي، مساحة جديدة لاكتشاف أبطال رياضيين، أبطال مصريين رياضيين. شوف كم من النجوم اللي هيطلع من هذه الألعاب الفردية. شوف الدور المجتمعي اللي بيقوم به النادي الأهلي. تعيش دائما مصر كبيرة، ويعيش النادي الأهلي دائما مشرف مصر في كل حاجة زي ما حضراتكم شايفين من الناحية الرياضية. مرة تانية، ودي حاجة شخصية أنا هتحملها يعني، لأنه أنا الحقيقة يعني عندي المعلومة، قبل 1/9 الحقوا، قبل 1/9 روحوا مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس وتعاقدوا أن أنتوا تبقوا من أعضاء الجمعية العمومية. اللي هيلحق إن شاء الله هيلحق، اللي مش هيلحق بعد 1/9 الأمور هتروح في حتة تانية خالص خالص. فالحقوا بسرعة، روحوا اشتركوا في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس، ودلوقتي تقدر تروح وتشوف بنفسك بقى ايه اللي بيحصل داخل هذه الإنشاءات الرائعة.